23 موظفا وموظفة يعمل ثلثهم في فروع المؤسسات الحكومية في المحافظات حصدوا اليوم جائزة الموظف المثالي في دورتها 14 لعام 2022. الدورة شهدت ترشح 171 موظفا وموظفة يمثلون 70 دائرة حكومية، وقطف المراكز الأولى عن الفئة القيادية المهندسة شذق ديسات من مؤسسة استثمار الموارد الوطنية، وعن فئة الإبداع والابتكار المهندسة ضحى الرحاحلة من المركز الوطني للأمن السبراني، وعن الفئة الإشرافية الدكتور ماجد الهواوشي من وزارة الزراعة، وعن الفئة التخصصية الفئة الأولى الصيدلانية يارا الحدادين، والفئة الثانية المعلمة ميسون طه، وعن فئة المساندة مهند أبو خميس من مؤسسة التدريب المهني. ومنذ انطلاقها عام 2007 حصدت دوائر حكومية الجائزة لأكثر من 10 دورات، من بينها المركز الوطني للبحوث الزراعية ووزارة التربية والتعليم. وتهدف الجائزة إلى تحفيز وترسيخ ثقافة التميز وتشجيع الموظفين على المبادرة والإبداع وتطوير المهارات. بنفس الوقت للأسف هناك عدد من الدوائر الحكومية، حوالي 20 دائرة لم تشارك في هذه الجائزة لهذه الدورة، وأيضا هناك عدد من الدوائر للأسف لأكثر من 5 دورات لم تشارك إطلاقا بالجائزة، وهذا بحد ذاته يعني أنا بعتقد نقطة سلبية، لأنه هو يحرم موظفينهم من أنهم ينافسوا يشاركوا مع زملائهم بالتنافس على الجائزة، وبالتالي يحصلوا على المزايا التي توفرها هذه الجائزة. هاي الجائزة أصلا الدخول إليها هو دخول طوعي، هو دخول ذاتي، هو نتيجة الإبداع والتميز في الأداء، فبالتالي إحنا هذا هو المطلوب من موظفنا، موظف عام كفو قادر على تمكين المواطنين، قادر على خدمتهم بمنتهى السهولة واليسر وتيسير معاملاتهم وإجراءاتهم، فمثل هذا التميز رح ينعكس على خدمة المواطنين. بتعطيك دافع قوي جدا لأنك تتميزي بشغل، لأنك تراعي تشوفي قديه فيه لعملك أثر وتقيمي قديه أثر الشغل اللي أنت بتشتغليه على أرض الواقع، توثقي شغلك، توثقي الأشياء المهمة اللي أنت بتقومي فيها. في كثير من الموظفين الحكوميين عندهم أعمال كثيرة، لكن للأسف قلة توثيقهم لأعمالهم هي اللي بتمنعهم من المشاركة.